أنت السلام منك السلام. من أعماق قلبي ونبضات وجداني وسواكن ضميري أهنئ الأمة الإسلامية والعربية في العالم أجمع على مشاهدي قناة السلام الفضائية، هذه القناة التي أراها بإذن الله تبارك وتعالى منبرا هاما للدعوة والدعاء، وبإذن الله تعالى يكون لنا دور في هذه القناة الفضائية لنخرج للناس منها وعليها وفيها خطابا دعويا أزهريا وسطيا ذا نفس محمدي رشيد رحيم، يخرج بالناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار، ومن عموم البلوى والفساد إلى عموم الخير والرشاد للبلاد والعباد. وفقكم الله تعالى ودائما في تقدم وازدهار.